بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة ترافلاستر او بريق السفر. لو انت اول مرة تشوفني، معاك عمر الغندور. انا بقدم حلقات وفيديوهات عن الهجرة والسفر لكل دول العالم. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة، 87% من المشاهدين مش مشتركين في القناة. يا ريت تشرفني باشتراكك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل ما يهمك في امور الهجرة والسفر. واعمل لايك للفيديو ده، عايزين نوصل 300 لايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس تستفيد بيه. ولو ما شفتش الحلقه اللي فاتت بتاعه 3 فرص مضمونه للهجره والاقامه الدائمه في ليتوانيا، هسيبها لك فوق في علامه الاي. حلقه مهمه جدا، وليتوانيا بلد فرص ممكن تسافر ليه. ولو عندك اي سؤال او استفسار سيب لي تعليقك وهرد عليك في خلال 24 ساعه. بس لو سؤالك ما تجاوبش عليه في الحلقه، يا ريت تشوف الحلقه الاخر وما تفوتش اي جزء منها، لان هي حلقة مهمة جدا وجزء منها تكملة لحلقة فاتت. وكل المواقع اللي هشرحها النهاردة هتلاقوها في مقالة على موقع ترافلستر دوت كلاب، موقع قناة بريق السفر. ويلا بينا نعرف على طول بعد الانترو القصير ده موضوع فيزا الترانزيت لأمريكا بيتم ازاي. خليكم معايا. اهلا بيكم، رجعت لكم تاني بعد الانترو. انا كنت عملت حلقة عن جزيرة دومينيكا وازاي انت تقدر تهاجر وتسافر ليها، وان الموضوع مش بيتطلب منك تأشيرة عشان تدخل دومينيكا وبعدين تستقر فيها في خلال فترة الفيزا فري. الناس بدأت تسألني ان الطيران في ترانزيت وفي ترانزيت في امريكا، فنعمل ايه في موضوع الترانزيت ده؟ فقلت له ما تحجز فيزا امريكا ترانزيت عادية جدا من غير اي مشاكل. والنهاردة ده هيبقى موضوع الحلقة بالتفصيل. سواء انت كنت رايح دومينيكا او اي دولة في الكاريبي، هايتي هنعمل حلقة عنها، او سانت كيتس ونيفيز اللي هي الدول الكاريبي، بتحتاج تأشيرة ترانزيت أمريكا ولازم تحصل عليها. خلينا نعرف إيه هي تأشيرة الترانزيت في أمريكا وإزاي إحنا نقدر ناخدها عشان نسافر دومينيكا أو أي بلد آخر في الكاريبي، أو إن أنت يبقى ليك فرصة 29 يوم إن أنت تقيم في أمريكا لو عندك طريقة تحول بيها الترانزيت لأي فيزا تانية زي العمل أو الدراسة أو لم الشمل في خلال الفترة برضو القليلة دي. التأشيرة دي بشكل بسيط جدا، يعني أنت مسافر بلد أجنبي لازم تعدي طيارتك على أمريكا عشان توصل البلد النهائي ده، وأنت مواطن غير أمريكي فتحتاج تأشيرة السي فيزا أو تأشيرة الترانزيت أو بالعربي العبور، مغادرة سريعة بشكل مع كل المسافر في مسار السفر العادي، ومسار رحلة يكون معد مسبقا دون أي امتيازات توقف غير معقولة. أنت عايز تعمل امتيازات تانية، تقدم على تأشيرة تانية. طب خلينا نعرف الأمثلة إيه اللي هي تتطلب العبور. الخلاصة يعني عندما يكون السبب الوحيد لدخول الولايات المتحدة هو العبور، ان انت ما عندكش طريقة تانية توصل بيها دومينيكا او هايتي او سانت كيتس ونيفز غير ان انت تعبر من الولايات المتحدة الامريكية، او تكون على متن سفينة سياحية او شيب سياحية متوجهة لبلد اخر وبرضو هتنزل في امريكا. ده السببين اللي انت تحتاجهم عشان تحصل على تأشيرة الترانزيت أو السي فيزا. طب هتقدم عليها ازاي؟ تملى نموذج الـ DS-160 اللي هو بتاع السي فيزا، وبعدين هتطبع النموذج وتحجز المقابلة في السفارة الأمريكية عشان تقابل القنصل، وبتدفع رسوم $160، وبعدين الوثائق المطلوبة، طبعا جواز سفر مش هنتكلم فيه ده مطلوب مهم جدا، وإيصال ان انت دفعت الرسوم والاستمارة المطبوعة اللي احنا قلنا عليها، وبعد كده الحجز الطيران مؤكد لدولة دومينيكا. مؤكد ليه؟ عشان ده من الأوراق المطلوبة، ان يكون معاك حجز الطيران وخط سير الرحلة بتاعتك، وتوضح للقنصل ان انت فعلا رايح دومينيكا او هايتي او سانت كيتس ونيفز او اي دولة من دول الكاريبي، وان انت محتاج تأشيرة السي عشان تدخل امريكا.
طيب بعد كده هتملى الابليكيشن ازاي؟ بتدخل على الموقع ده، طبعا الموقع دي هتلاقوه زي ما قلت لكم في المقال على الموقع travelaster.club قناة بريق السفر. هتختار من هنا الدولة اللي انت فيها من الدول دي، يعني عندك هنا كل الدول الموجودة. انا لو حملت مثلا حرف الاي كده هلاقي ايجيبت كايرو، حرف الاي كده هلاقي الجيريا، حرف الام هلاقي موروكو، زي ما انتوا شايفين معايا كل الدول موجودة هنا، يعني ما عندكش اي مشكلة خالص في التقديم. يعني جت موروكو كازابلانكا، وبعدين بتدخل الكباتشا دي عشان يتأكد ان انت مش روبوت، وبعدين بتعمل ستارت ان ابليكيشن. مش هدخل انا في الحتة دي لان هي كلها بيانات اساسية، لها بيانات اساسية، مفيش اي اختلاف، مفيش اي حاجة جديدة هتشوفها. لا، بيانات استمارة امريكا اللي هي الثابتة، اللي هي الاسم وجواز السفر والعنوان ومحل الاقامة والحاجات دي كلها. هنعمل ايه بعد كده؟ هندخل على عندنا 3 مواقع طيران نقدر ان احنا نحجز منهم الطيران اللي احنا عايزينه لدومينيكا او اي بلد احنا عايزينها. هتعمل ايه بقى في حجز الطيران ده؟ اللي فيه تركاية شوية ان انت مش هتختار الوان واي زي ما انا مختار الوان واي كده، هتختار الريتيرن، يعني ديبارت وريتيرن، ذهاب وعودة. يعني انا مثلا هختار هنا واحد، انا بحب اسيب شهر، اختار هنا 1/7، العودة هعملها 1/8، ومن كايرو هختار هنا، من هنا ايجيبت هختار هنا دومينيكا مثلا، هختار هنا دومينيكا وهعمل سيرش فلايت عشان يجيب لي كل الرحلات اللي انا اقدر ادور عليها في الفترة اللي هي ديت. يعني هدخل هنا مثلا على شيب اوبير، هنعمل راوند تريب، هنعمل هنا كايرو لدومينيكا. الديبارتا زي ما انا قلت هيبقى الديبارت هيبقى 1/6 والرجوع هيبقى 1/7، وهعمل بعد كده سيرش فلايتس اونلي عشان انا عايز تذاكر الطيران بس، واشوف هيجيب لي الخيارات المتاحة قدامي ايه واختار منها. عايز تختار الاسرع، عايز تختار الارخص، بس طبعا يعني ان يكون يعني يكون تختار الرحلة اللي الترانزيت بتاعها هيكون في امريكا. النقطة دي يا جماعة مهمة جدا، ركزوا معايا، هكرر تاني، انت ما تختارش ترانزيت يكون في بريطانيا المانيا، لا، انت تختار ترانزيت يكون في امريكا. يعني عندي هنا انزل كده خالص لحد ما الاقي ده مثلا ترانزيت في باريس، مش هختار ترانزيت في باريس. بريتش ايرواي هلاقي هنا مثلا ترانزيت في لندن، كل ده ملكش انت دعوة بيه خالص، انت تختار الرحلة اللي هتلاقيها ترانزيت في امريكا عشان يبقى الكلام بتاعك مع القنصل الامريكي كلامه. فانا عندي هنا مثلا الرحلة بتاعت مصر للطيران، الترانزيت بتاعها في واشنطن، فان انت ممكن تختار رحلة زي دي وبتدفع التكاليف وبتاخد الحجز بتاعك. هاخد هنا مثال تاني على السريع، هنعمل راوند تريب من كايرو تو هنا دومينيكا من موقع شيب فلايتس. هاخد هنا مثال تاني على السريع من موقع كاياك، الموقع الشهير جدا، عملت رحلة لدومينيكا، هتدور عليها بالشكل ده وتشوف زي ما قلت لك الترانزيت الموجود في أمريكا اللي هيطلع لنا هيبقى عامل إزاي، عشان يبقى الموضوع يعني سليم إن أنت مقدم على تأشيرة إيه، السي ترانزيت فيزا. فأنا عندي هنا رحلة كده هبص عليها، نعمل تشيك فلايت برايسز. زي ما انتو شايفين الموقع عمل ابديت معايا، جاب لي رحلات، عندي رحلات ايه عندي هنا. اركز النقطة التانية المهمة اللي هقولها دلوقتي، اركز على الامريكان ايرلاينز. ليه اركز مع الامريكان ايرلاينز؟ لان هي هتنزلني كده كده في امريكا. عندي هنا مثلا ترانزيت هينزل في ميامي، عندي هنا مثلا ترانزيت هينزل برضو في ميامي، فأركز على الرحلات اللي هتنزل في أمريكا وبعمل فيو ديل وببدأ أحجز حجز الطيران بشكل عادي جدا من غير أي مشاكل. عندي هنا برضو رحلات بشكل أرخص للراوند تريب، عندي هنا البيست والشيبست، فأنت ممكن تدخل وتشوف الحجز وتقارن. يعني هي دي كلها خيارات عندك أنت ممكن تعملها. دي مثلا الرحلة اللي أنا اخترتها، بتختار اللي بتملى بيانات أصلية وبتدفع وبيكون معاك
حجز الرحلة، بعد كده بتحصل على موعد من السفارة الأمريكية لمقابلة القنصل، وبعدين بتعمل المقابلة وبتحصل على السي فيزا، وتقدر بعد كده تسافر زي ما قلت لك لأي دولة من دول الكاريبي اللي هي من غير تأشيرة: هايتي، دومينيكا، سانت كيتز ونيفز. ولو احتجت أي معلومات إضافية عن تأشيرة السي فيزا، أنت تقدر إن أنت هنا تقرأ على موقع فيزا السي فيزا الأمريكي، عندك هنا تفاصيل بخصوص المقابلة، وعندك هنا معلومات إضافية، والتأشيرة هتظل سارية حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها. انت بتاخدها 29 يوم وبتفضل سارية معاك. دي كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن السي فيزا. لو عندك اي سؤال او استفسار سيب لي تعليقك وهرد عليك خلال 24 ساعة. والحلقة دي مهمة ومكملة لحلقة دومينيكا ولأي دولة في الكاريبي انت هتسافر ليها. واعمل لايك للفيديو ده لو انت وصلت معايا لحد دلوقتي، وشكرا ليكم ومتابعتكم اللي اتشرف بيها. واستنوا الفترة اللي جاية مجموعة دول مختلفة هنناقشها على قناة ترافلاستر او بريق السفر. واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل، واشوفكم قريب على خير، ومع السلامة.